السلام عليكم. دلوقتي الميتا اللي هي الشركه بتاعت الفيسبوك عملت تقنيه كويسه جدا، ان اول ما ترفع اي صوره هي بتبدا تفحصها وتحدد الكائنات والعناصر اللي موجوده في الصوره بشكل قوي جدا، كاشخاص، كمثلا حد زعلان، في مثلا هنا في مثلا اسلحه موجوده، في كل انواع الفاكهه اللي موجوده. زائد ان هو يقدر يقوم بمهام ويتعرف على حاجات هو ما شافهاش قبل كده. بص، هو بيبدا يتعرف بقى، ده مثلا الدراير دور، ده البوك، وهكذا. كل عنصر اللي بتظهر في الصوره في الفيديو بيتعرف عليها، فممكن يقول لك هتلاقي العنصر ده في السنه رقم كذا. الجميل بقى ان هم عاملين الموديل دوت اوبن سورس، يعني تقدر تحمله وتستفاد منه. فذا سيجمنت اني سينج موديل الاس اي ام متاح ان انت تستخدمه بالشكل دوت، وبدأ يتعرف على كل حاجة. تمام، دي مثلا عامة، ده العين بتاعها، دي شنطة، الكلام في ده ناس اسمها او سي ار اوبتيكال كولكتر ريدر، بيبدأ يتعرف على كل حاجة في الصور. هنا مثلا القطر ماشي، فهو بيتعرف على كل صورة في كل ثانية، بيقسم الفيديو لثواني وكل ثانية بيبدأ يتعرف عليها. التقنية دي قوية جدا، بحس ان مثلا سيارات ذاتية القيادة تقدر تعرف كل ثانية على اللي قدامها ده ايه بالظبط، هل لازم تقف او ما تقفش، وتاخد القرار، كل الحاجات دي. ودي داتا بيس دي فيها 1 بليون، يعني فيها كميه داتا رهيبه جدا، هو متعرف عليها، فتقدر ان انت عندك قوه رهيبه جدا في المعلومات. هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو بحيث ان تستفاد منها ان شاء الله، وهي قريبا هتبقى موجوده في الفيسبوك والتليجرام وكل المواقع التانيه، لانها تقنيه اوبن سورس.